السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم في هذه البادرة، ابتداء نبارك لكم بالشهر وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم إن شاء الله شهرا مباركا وعامرا بالذكر والصحة إن شاء الله. معكم دكتور وليد الحبيب، استشاري أمراض القلب والقصور القلبي ورئيس جمعية القلب السعودية. حرصنا في جمعية القلب السعودية على التواصل المجتمعي والتوعوي من خلال مبادرات كثيرة ابتدأناها في هذا العام، منها محاولة زيادة الوعي الصحي وخاصة بما يتعلق بصحة القلب لدى المجتمع السعودي والخليجي والعربي، بتوعية الناس بما يفيد قلبهم ويحافظ عليه في جميع مجالات الصحة العامة وصحة القلب. من هذه البادرة نستهل إن شاء الله اليوم ببرنامج قلبك في رمضان، حيث سيظهر لكم كل يوم إن شاء الله طبيب استشاري في أمراض القلب في تخصصات مختلفة جدا، منها قصور القلبي، قلب الأطفال، تصوير القلب، القسطرة التداخلية، وننصح الجميع بالتفاعل قدر الإمكان حتى تعم الفائدة إن شاء الله. فاليوم أنا تخصصي حقيقة قصور القلب، قصور عضلة القلب وزراعة القلب، وسأحاول اليوم التطرق بقدر الإمكان إلى هذا التخصص مع الصيام، لكن نسعد بأسئلتكم جميعا في مجالات القلب العامة إن شاء الله. نبدأ بالأسئلة إذا كان هناك أسئلة. سؤال يقول: هبوط العضلة بسبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوي هل له علاج؟ سؤال مهم. وإن كان ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بوجه عام مرض قليل أو نادر، لكنه قد يؤدي ارتفاع ضغط الشريان الرئوي إلى ضعف في العضلة اليمنى، عضلة البطين الأيمن للقلب، وبالتالي تحصل تجمعات للسوائل في الجسم وضيقة في النفس والتعب، وإذا استمرت يؤدي ذلك بالمتابعة إلى ضعف عضلة القلب الجهة اليسرى كذلك وأعراضها. العلاج يركز على الضغط الشريان الرئوي نفسه، ليس هناك للأسف علاج خاص العضلة اليمنى وعضلة البطين الأيمن، لكن بمحاولة تقليل ضغط الرئة يتحسن أداء العضلة بإذن الله. وهناك أكثر من علاج حسب نوع ارتفاع ضغط الرئة، فقد يكون فقط موسعات للشرايين، وقد تستخدم أدوية أخرى مثل الفياجرا السيلدينافيل لهذه الأشياء. وهناك علاجات خاصة بارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وعليه إن شاء الله تتحسن العضلة فيما بعد. سؤال آخر: هل هناك علاج جديد وفعال لارتفاع ضغط الشريان الرئوي غير المتعارف عليه الآن في الأسواق؟ غريب اليوم ما متحمسين للشريان الرئوي. نعم، غير المتعارف عليه،
يعني هناك علاجات جديدة كثيرة، بس الحمد لله متوفرة في السوق، وهي علاجات متنوعة، سواء كان خاصة الحبوب، وبعضها يعطى إبر أو بالبخار، وهناك تطور كبير في علاج ارتفاع ضغط الشريان. سؤال آخر. لدي طفل عمره 7 شهور فيه ضيق بالصمام الرئوي، شخصوه الأطباء أنه فوق المتوسط. تأجل موعد العملية بسبب الأوضاع الحالية ب8 شهور، هل تدل الخطورة على الطفل إذا أخر موعد إلى ذلك الوقت؟ وكذلك الطفل يعاني من فتق أوي في أسفل الفخذ ثنائي الجانب، هل هناك ضرر لو أخرنا عملية الفتق أو أجلت له ولدي ضيق الصمام؟ طبعاً يتميز البرنامج هذا إن شاء الله أنه سيكون فيه متخصصين كثير. أنا لست طبيب أطفال، ونصيحتي أولاً المتابعة مع الطبيب اللي يعالج الطفل ويشخصه، ومعرفة منه بالضبط حال المريض إذا كان يحتمل التأخير أو لا. وأنا متأكد إذا كانت هناك ضرورة للتدخل في وقت مبكر، فإن شاء الله المستشفيات لا تتأخر في علاج المرضى، لكن سيكون هناك إن شاء الله أطباء أطفال قلب قريباً في خلال هذا الشهر، ويمكن توجيه أسئلة الأطفال إليه. هل هناك سؤال آخر؟ إذا ما كان هناك أسئلة سأتطرق زي ما قلت على لموضوع القصور القلبي وصيام رمضان. مرضى القصور القلبي أو ضعف عضلة القلب في الغالب على أدوية كثيرة لعلاج عضلة القلب ولتقليل من المضاعفات، بعضها منها مدرات للبول، تزيد من كمية البول، وطبعاً هذه يمكن أصعب نقطة في خلال الصيام. ونحرص طبعاً أحب أوجهكم إلى البيانات حقيقة كثيرة التي تصدرها جمعية القلب السعودية لتوعية المرضى بالصيام، وقد أصدرنا بيان بتحديد من هم الأشخاص الذين يمكنهم الصيام أو يفضل عدم صيامهم. فيما يتعلق بالقصور القلبي، إذا كان المريض على جرعات عالية من المدرات للحفاظ على وضعه ولتقليل تجمع السوائل، فإنه يفضل عدم صيام. إذا كان المريض القصور القلبي ما زال عنده تجمع سوائل كثيرة وأعراض فشل قلب وأعراض من ضيقة النفس والتعب والإعياء، فإننا ننصحه بعدم الصيام. إذا كان الشخص مستقر عموما، أمراض القلب جميعا، إذا كان وضعه مستقر ووضع القصور القلبي لديه مستقر، فليس لديه ضيقة في النفس، ليس لديه تجمع في السوائل، ويأخذ مدرات للبول، يفضل أن تأخذ هذه المدرات بعد أو قبل الفطور مع التمرة أو كاسة الماء قبل الأكل بعد الأذان في بداية الإفطار، حتى تعمل معه خلال فترة المساء. ويفضل إذا كان يأخذ مرتين في اليوم، يتناقش مع طبيبه بإمكانية أنها تأخذ مرة واحدة، أو إذا ما زال يحتاج مرتين في اليوم، فإن الجرعة الثانية ما تكون متأخرة كثير للفجر، فتكون في المساء، بحيث أنه ما يحتاج مدرات أو إدرار، يضطر إلى الإدرار بكمية كبيرة خلال فترة الصيام حتى ما يحدث الجفاف. منها أيضا الأدوية الأخرى
مثل أزوية المقوية لعضلة القلب، بعضها يخفض الضغط فلا بد من أخذها يعني في المساء إذا كان الشخص ينام قبل السحور أو مع السحور حتى لا ينخفض عليه الضغط كثيرا وقت النوم. دكتور وليد، جانا سؤال. نعم، أشوف محمد البانة رفع يده، خلينا نأخذ السؤال هذا من محمد البانة. نعم، وين السؤال؟ تفضل. أول سؤال جانا، هل قصور القلب عند الأطفال أخطر من قصور القلب للبالغين ولماذا؟ لا، ما في فرق في الخطورة. قصور القلب عموما في خطورة إذا ما تعالج واهتم فيه، ويعتمد حسب على السبب. عادة قصور القلب في الأطفال يكون بسبب وراثي أو جينات فيستمر مع الشخص، لكن قد يكون بسبب التهاب كذلك في العضلة، وهناك احتمالية لتحسن. فالخطورة لا تعتمد كثير على السن، بل تعتمد على السبب أكثر من السن. قد تكون بسبب مثلا أدوية معينة أخذها كيماوي، أو لا قدر الله منبهات مخدرات، أو قد تكون بسبب الحمل عند بعض النساء. فبوجه عام الخطورة تعتمد على السبب وليس على السن. شكرا لك دكتور. في سؤال أجاك على Q&A، تفضل تقرأ. هل هناك فرق بين الأدوية باختلاف أسمائها التجارية إن كانت نفس المادة الفعالة؟ طبعاً هذا موضوع كبير جداً، وتطرقنا إليه بصور مختلفة. للأسف من الصعب معرفة كفاءة كل مصنع تجاري مقارنة بالمصنع الأم أو الأساس. الدواء الأساس الذي صنع من البداية هو الذي درس في الدراسات العالمية، وهو اللي أثبت مفعوله. كثير من الشركات تأخذ المادة الفعالة وتستخدمها في تصنيع الدواء بشكل يعني ممكن نقول تجاري، فيعتمد في النهاية على كفاءة المصنع وعلى مراقبة هذا المصنع. فبعض الأدوية منها فعالة بشكل جيد ونراها، والبعض للأسف نرى اختلاف في تحكمها في الضغط أو تحكمها في النبض أو في الإدرار أو أي كان. وللأسف بعض الأحيان مثل مسيلات الدم لا تستطيع أن تعرف مدى الكفاءة. فبوجه عام نعم، يفترض أن المادة الفعالة تكون نفسها في جميع الأدوية، لكن يبقى أنه نرى بعض الأحيان الأدوية ليست بنفس الفعالية، وهذه تعود إلى هيئة الغذاء والدواء والرقابة حتى تتأكد من مصنعية الدواء. وبما أننا تطرقنا إلى هذا الموضوع، دائما أنصح سواء المرضى أو الأطباء إذا تغيرت عليهم الشركة نفس المادة حتى لو نفس المادة الفعالة، المراقبة القريبة جدا والحساسة لنتائج الدواء. فإذا كان مثلا للضغط أو للنبض للإدرار، متابعة هذه الأشياء بشكل قريب مع الطبيب والتحاليل المناسبة لمعرفة إذا كان فعلا يؤدي نفس المفعول أو يحتاج تغييره مرة.
هناك سؤال: هل الشعور الدائم برجفان في القلب لشخص ليس لديه مشاكل قلبية علامة على أي مرض في القلب؟ طبعا الرجفان في حد ذاته له معاني كثيرة، قد يكون تسارع في النبض أو قد يكون عدم انتظام. إذا الشخص بوجه عام ليس لديه أي أمراض قلبية ويشعر بذلك، كثير من الأوقات تكون بأسباب غير مرضية أو أسباب غير قلبية بمعنى آخر، أي ممكن تكون بسبب حموضة وارتجاع في المعدة، قولون عصبي، قد يكون بسبب حساسية صدر أو ربو، آلام عضلية، أحياناً بسبب التوتر والضغوط. لكن إذا كان متكرر يفضل أنه الفحص والتأكد منها. فقر الدم مثلاً قد يؤدي إليها، ونقص الحديد، منها اضطرابات في الغدة الدرقية قد تؤديها. فلا بد من الفحص والكشف إذا كانت تتكرر بشكل كبير. دكتور، طيب. عندنا سؤال: نعم، ما هي متلازمة الشريان التاجي؟ متلازمة الشريان التاجي، طبعا هي تسمية acute coronary syndrome. متلازمة، كلمة متلازمة هذه تعني في النهاية أعراض مختلفة، بس للتركيز لما نقول acute coronary syndrome أو chronic coronary syndrome يعني متلازمة الشريان الحاد أو المزمن، بمعنى أزمة قلبية حادة. إذا الشخص عنده تضيق في الشرايين التاجية وأدى إلى أزمات قلبية، قد تكون هذه حادة وتؤدي إلى جلطات قلبية، وقد تكون مزمنة بمعنى أن الشخص ليس لديه أزمة قلبية لكن يأتيه ألم في الصدر مستمر مع الحركة والمجهود، وتكون مزمنة معه. في الحالة الأولى اللي هي الحادة، هذه حالة طارئة، فلا بد من التدخل السريع بالمسيلات والقسطرة لعلاج هذه الحالة. الحالة الثانية ليست حالة طارئة بحد ذاتها، لكن لا بد من علاجها أيضا حتى لا تتطور وتسبب مضاعفات ومضاعف عضلة القلب، منها علاجات بالأدوية أو بالقسطرة كذلك، وتدخل لعلاج المرض. وأحب أني أذكر بهذه المناسبة، وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع من خلال موقع الجمعية، إلى أهمية الانتباه إلى الأعراض الحادة والطارئة للجلطات القلبية أو السكتات الدماغية، لأنه هذه حالات طارئة لا يمكن التأخر فيها أو التساهل فيها. أي تأخر أو عدم علاج سيؤدي إلى مضاعفات، لكن إذا الشخص حتى في هذه الفترة مع الحظر، هذا لا يشمل الحالات الطارئة. فإذا الإنسان حس أعراض الجلطة القلبية مثل ألم شديد في الصدر ينتقل إلى الكتف أو الفك مع التعب والخفقان وضيقة النفس، لابد من التوجه إلى الطوارئ أو الاتصال على الإسعاف. منها أيضا مرضى القصور القلبي، إذا كثير من مرضى القصور القلبي يحتاج من فترة إلى أخرى إلى تعديل أدويته وعلاجاته، أحيانا إلى مدر بالوريد. فإذا حس الشخص خلال هذه الفترة وأي فترة بزيادة في ضيق النفس مع أي مجهود أو تورمات في الجسم، فالتواصل المباشر مع طبيبه أو الطوارئ حتى يتم إسعافه في الوقت المناسب. طيب، هناك خالد حسني في سؤال.
الخلفيات. بإمكانك التحدث لايف أخ خالد. السلام عليكم دكتور. الله يعطيك السلام. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. أنا عندي قصور في العضلة، كفاءة العضلة تقريبا من 48 إلى 52%. الفترة هذه عندي دوار في الرأس، ورحت راجع الدكتور أنف وأذن وحنجرة، وعندي التهاب موجود في الأذن، لكن الدكتور قال لي برضو ممكن يعني تراجع دكتور القلب. فحبيت يعني أعرف لو تقدر تعطينا باختصار إيش الفرق في لو في عندك أنت مريض قصور وعندك مشكلة في الدورة الدموية، بمعنى ضخ الدم إلى المخ إلى الدماغ، كيف أفرق بين أعراضها وأعراض الدوخة اللي بسبب التهاب في الأذن أو في الأذن الوسطى؟ هذا السؤال. طيب معليش بسألك يا أخي، تأخذ أدوية للقصور العضلة؟ نعم ما أخذ أدوية، أخذ أدوية. أنا أخذ كوبروفال وأخذ دايلترند وأخذ أسبرين، وكمان عندي المنظم اللي هو الكوردرون. نعم كوردرون ولا كونكور؟ لا كوردرون 200 منظم. عندك رجفان وذيني؟ جاني فترة في كأنه قال لي الدكتور مرة من المرات، أو هذا صار لي من فترة بسيطة، اختلاف في الضربات، إنه عندي مشكلة أظن في الصمام أو اللي هو المدرياتيلي أو حاجة زي كذا. طيب والأدوية هذه أنت أخذها من زمان؟ أنا أستخدمها من 2007. نعم. وضغطك كيف العادة؟ ضغطي لما أستخدم الدواء كويس، يعني ما يزيد عن 140 وما يقل. أقل ينزل لكم؟ الواطي 90. مو الواطي العالي، كم ينزل؟ لا يوصل، لا يجي فترات يوصل لل 120 125 130. طيب. هو هذه سلامتك إن شاء الله. عندي بعض التنبيهات المهمة هنا. أولا من الصعب طبعا التفرقة بين الدوخة بسبب نقص الدورة أو بسبب مشكلة في النظر مثلا أو مشكلة في الجيوب الأنفية أو حتى تعب عام وإرهاق، من الصعب. كل الدوخة تقريبا واحدة، لكن دوخة الدورة الدموية يصاحبها انخفاض في الضغط. فإذا ضغطت 120-130 يعني غالباً ليست منها. طبعاً ممكن تكون انخفاض ضغط مع الوقوف، فإحنا نطلب من الشخص أنه يقف ونقيس ضغطه مرة ثانية. فإذا انخفض الضغط أكثر من 20 مليمتر، يعني نزل مثلاً 120 لـ100، ممكن يكون سبب كذلك. لكن إذا ما ينخفض الضغط خلال النهار أو مع الوقوف، فاحتمالية ضئيلة جداً أن يكون بسبب الدورة الدموية أو بسبب الأدوية اللي يأخذها الشخص للقلب، وغالباً بسبب آخر، خاصة لو الشخص بيأخذ الأدوية هذه لفترة طويلة. طبعاً ممكن مع الصيام أو مع الجفاف أو مع التعب والإرهاق يبدأ الضغط ينخفض شوية حتى لو كان بيأخذ الأدوية فترة طويلة، ويسبب دوخة وتعب. لكن إذا الضغط مستمر بشكل جيد وما في انخفاض، معناه غالباً هو من سبب آخر. لكن النقطة الثانية المهمة اللي حب أنبه عليها في أدويته الكوردرون. الكوردرون، وهذه نصيحة للجميع بما فيها الأطباء، الكوردرون يعطى لفترات مؤقتة جداً، إلا إذا كان الشخص عنده فعلاً لخبطة كهربائية شديدة وتحتاج الكوردرون لفترة طويلة، لأن الكوردرون وإن كان يساعد النبض لكن للأسف له مضاعفات كثيرة، فقد يؤثر على الرئة، يؤثر على العين، يؤثر على الكبد، على الغدة الدرقية، ولابد من فحص ومتابعة هذه الأشياء بشكل دوري لأي شخص يأخذ الكوردرون. فأتمنى أكون أجبت سؤالك إن شاء الله. أي سؤال آخر؟
يعني في هذا هذه الموضوع كذلك مهم جدا الانتباه الى نوعيه الادويه. ف يعني الكو ابروفال فيه مدر قد يكون زياده الادرار احيانا بسبب نقص الصوديوم او نقص البوتاسيوم قد تسبب دوخه لبعض الناس وتعب. فمتابعه هذه الاملاح والمعادن كذلك مهمه للاشخاص اللي ياخذون مدرات بوجه عام. احنا نعتبر انه العضله فيها ضعف، الاخ تفضل انه ضعف حول 48 الى 52، هذا يعتبر ضعف بسيط جدا و يعالج بشكل عام مثله مثل الاشخاص الذين ليس لديهم ضعف. الضعف اللي يحتاج حقيقه تدخل وعلاج اللي هو تحت 40% او 45%، بحيث انه لابد من التركيز على الادويه، ولابد وهذه نقطه مهمه جدا اعيدها لجميع مرضاي والجميع، انه لا يكفي الدواء بل الجرعه الصحيحه من الدواء مهمه جدا. فاذا بدات دواء مع طبيبك تاكد انك تتابع معه، لانه غالبا سيبدا في زياده جرعات الدواء حتى يصل الى الجرعه المناسبه لتحسين عضله القلب. حتى ياتي سؤال اخر. نعم، في سؤال، هل الهبوط المفاجئ أو الخمول له علاقة بأمراض القلب؟ الهبوط إذا كان نعم، الهبوط المفاجئ أو الخمول عادة ما له علاقة بأعراض القلب، قد يكون من أعراض القلب، يعني بعض أعراض القلب، بعض الأحيان زي اللي عندهم قصور قلبي، اللي عندهم قصور قلبي قد يأتيهم خمول وتعب ويحتاجون الى تعديل علاجاتهم. بس الهبوط المفاجئ نادرا ما يكون بسبب القلب، قد يكون بسبب جفاف، تعب عام، ارهاق، احيانا فقر دم، ممكن يكون التهاب جرثومه مثلا قد تكون منها، لكن امراض القلب قد تؤدي الى الخمول والتعب المزمن. السلام عليكم دكتور، سؤالي ما أهم الأسباب التي تضعف أداء القلب مع مصادة غذائية لمرضى القلب؟ ممتاز. طبعا الأسباب الرئيسية، السبب الرئيسي اللي هو الأزمات القلبية ومشاكل شرايين القلب، يمكن هذا أكثر سبب على مستوى العالم. فتضيق الشرايين بأسبابه تؤدي إلى ضعف عضلة القلب. الأسباب التي قد تؤدي إلى الشرايين وتؤدي أيضا إلى ضعف عضلة القلب وهي شائعة جدا في منطقتنا زي مرض السكري. للأسف مرض السكري في ازدياد وموجود في أغلب البيوت ويؤدي إلى ضعف في عضلة القلب. ولا بد بالحرص على العلاج والاهتمام به. ارتفاع ضغط الدم كذلك من الأسباب الرئيسية لضعف عضلة القلب ولا بد من علاجه. طبعا الكوليسترول والتدخين لا يؤدون إلى ضعف عضلة القلب مباشرة، لكن قد يؤدوا إلى مشاكل في الشرايين وضعف عضلة القلب. الأسباب الأخرى منها التهاب عضلة القلب، ممكن يكون التهاب جرثومي من أمثلتها حاليا الكورونا وغيرها من الفيروسات قد تؤثر على عضلة القلب وتسبب قصور وفشل قلبي. كما ذكرت ممكن أدوية الكيماوي أو مثلا الحمل، بعض الناس الحمل قد يؤدي إلى ضعف القلب. أهم نصيحة غذائية لمرضى القلب، تقليل الملح
والسكريات الدورية السريعة والدهون من ناحية تقليل الغذاء أكثر من الخضروات الفواكه مع الحرص على مدى السكر ومثلا الأسماك. في سؤال: كم شريان للقلب وهل لهم أسماء بالعربي؟ شاكرين لك. طبعا هما ثلاث شرايين رئيسية ويتفرع منها فروع، طبعا الأيسر والدائري والأيمن، هذه الأسماء الأساسية للشرايين. هناك سؤال يقول: دكتور، هل النشاط البدني صائب أم خاطئ لمريض القلب الكبير بالعمر؟ النشاط البدني مطلوب بجميع الأعمار، ودرجة النشاط البدني تختلف طبعا حسب الأعمار، فقد يكون في الشباب وصغار السن نطلب منهم الرياضة المتوسطة بما فيها الجري والهرولة والسباحة والتنس وهذه الأشياء، وقد حتى الرياضات الشديدة مسموحة. كلما كبر الشخص في العمر فإن الرياضة والنشاط البدني مهمة جدا، أقلها المشي الدائم، وننصح على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط اليومي، النشاط الأسبوعي، قد تكون مثلا 30 دقيقة لمدة 5 أيام أو تتوزع على 7 أيام على الأقل. سؤال: هل قصور عضلة القلب يؤثر على مناعة الشخص؟ نعم، مرضى قصور عضلة القلب أو الفشل القلبي أقل مناعة من الأشخاص العادي الطبيعيين، وتزيد لديهم الالتهابات، والالتهابات في حد ذاتها تزيد من القصور وفشل القلب، فنعم الإجابة. سؤال: والذي يرفض أظن الإقلاع عن التدخين مع أنه عمل عملية القلب مفتوح منذ أشهر، كيف تنصحني بالتصرف؟ الله يهديك أول، لكن طبعا هي عزيمة، لابد من أول شيء القناعة الداخلية بأن هذا بأن التدخين مضر، وأنه هو سبب رئيسي في أمراض القلب وفي تدهور حالة القلب. والشخص اللي جاء يعني تضيق في الشرايين، القلب مفتوح، معرض بشكل أكبر وأكبر إلى تضيقها مرة ثانية، بل بالعكس إلى عمليات أخرى وقد لا تفيد بعد في هذا الوقت بعد التأخر. فلا بد من القناعة الأولى بأنه هذا تصرف لابد التخلص منه. أنصح كذلك بالاستعانة بالبرامج التي برامج الإقلاع عن التدخين. هناك في كثير من المراكز أو المستشفيات برامج الإقلاع عن التدخين، حيث يستخدمون أدوية ولصقات وبرامج توعوية وتثقيفية حتى يساعد الإنسان على الامتناع عن التدخين بشكل كامل. وبهذه المناسبة، كثير يعتقد أن التدخين هو فقط السجائر، وهذه غير صحيحة، لأنه حتى الشيشة، حتى الآن الفيب هذا الذي يأخذوه يؤدي إلى نفس الأضرار، وضرر التدخين ليس فقط على القلب بل على الرئة والسرطان. التدخين آفة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، من المهم جدا ونزل فيها بيان لجمعية القلب السعودية عن الأدوية التي تؤخذ لمرضى القلب في رمضان. هناك أدوية كثيرة طبعا، منها سواء كانت أدوية زي ما قلنا لتقوية عضلة القلب، أو أدوية المدرات، أو مسيلات للدم، بعضها
يتعارض مع الأكل وبعضها يؤخذ قبل الأكل وبعضها يفضل أن يؤخذ في المساء. فمن الجيد جدا أن الشخص يناقش مع طبيبه إذا كان زي ما قلنا إذا كان الشخص يصح له الصيام ولا لا، وإذا كان بيصوم هل ممكن هل يحتاج أنه يوزع أو كيف يوزع أدويته. سؤال، هل الحالة النفسية أو الضغوط ممكن تزيد خطر الإصابة بالقلب؟ هذا سؤال حقيقة مهم جدا، لأنه فعلا وجد أنه من أكبر عوامل خطورة وأسباب أمراض القلب هي التوتر والضغوط النفسية الستريس. وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم ستريس عالي في يومهم وتوتر وضغوط عالي في يومهم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، بقدر الإمكان محاولة التقليل من الستريس بطرق الشائعة مثل الرياضة والتمارين والاستجمام بقدر الإمكان. سؤال، حسب ما سمعنا أن القهوة مفيدة للقلب، هل هو يشمل القهوة العربية والإسبريسو، وهل يقلل مفعوله لو خلط مع حليب؟ طبعاً يعني أغلب الدراسات عملت على البلاك كوفي، على القهوة السوداء، ما أعرف دراسات على القهوة العربية، لكن هي بوجع بحدود بمعدل 3 أكواب قهوة في اليوم قد يكون مفيدا للقلب، وعلى الأقل ليس مضرا، وخلط بحليب أو لم يخلط ما أظن في فرق، لأنه هي المادة مادة القهوة نفسها تبقى كما هي. بس بلا شك أن الإكثار من القهوة، الإكثار من الكافيين من خلال اليوم قد يؤذي الجسم والقلب ويزيد من التوتر. وبهذه المناسبة أحب أن أكد كمان على موضوع المشروبات الطاقة، لأنه كميات الكافيين اللي فيها والمنبهات الأخرى الموجودة فيها مع السكريات قد يكون مؤذي جدا للقلب. أي أسئلة أخرى؟ من المواضيع الهامة جدا طبعا، وكنا تكلمنا وتحدث فيها الجميع في هذه الفترة، اللي هي مسألة الحرص لمرضى القلب بالذات لعدم التعرض أو يعني العدوى بالكورونا، لأن مرضى القلب هم أكثر الأشخاص عرضة للالتهاب ولمضاعفات التهاب الكورونا. فيعني أن ننصح الجميع بالمحافظة على البعد الاجتماعي بقدر الإمكان، عدم المصافحة، عدم التجمعات، قضاء حوائجهم بالشكل الاحتياطي، خاصة مرضى القلب، وإذا كان عندهم إمكانية بعدم حقيقة الاختلاط والخروج فهو أفضل في هذه الفترة. طيب، سؤال، هل قصور عضلة القلب يكون وراثيا وممكن مع مرور الزمن يصيب الشخص، ما هي طرق الوقاية لشمل ضعف عضلة؟ نعم، حقيقة 50% يمكن من ضعف عضلة القلب اللي نذكر أو اللي يذكر بأنه غير واضح السبب يكون وراثي، وأحيانا كثيرة يكون الجين المسبب ضعيف فلا تظهر في جميع العائلة، يظهر في بعض أفراد العائلة والآخر لا، وأحياناً يظهر في عائلة كاملة. وهؤلاء الأشخاص ننصحهم دائماً بالفحص المبكر لمعرفة إذا كان لديهم ضعف في العضلة أو لا.
وهل ممكن يظهر مع مرور الزمن؟ نعم، ضعف عضلة القلب ليس له سن محدد، وقد يظهر في أي سن. عادة إذا وراثي فإنه يظهر في سن صغيرة قبل العشرينات، لكنه إذا كانت السبب أسباب أخرى مثل قلناها الالتهابات أو السكر أو الضغط أو الشرايين، فقد يظهر في سن متأخر. سؤال طبعا ليس طبي ولا أعرف الإجابة، لكن حقوله من باب الدعابة على الشخص. الدكتور، هل الحب من القلب أم العقل؟ طبعا سأجاب على السؤال بشكل آخر. وجدنا أنه يعني كثير كان يقول كيف تعملون زراعة قلب مع أنه كل الأحاسيس، وهل يتغير أحاسيس الإنسان؟ هذا كلام غير صحيح. نعم، نعمل زراعة باستمرار ولا تتغير أحاسيس الإنسان أو يبدأ بمعرفة أشخاص آخرين أو هذا الشيء. القلب هو مضخة الأحاسيس والعقل، الأحاسيس والفكر، وهذه الأشياء مرتبطة بالعقل والروح، ويعني وما أتيت بالعلم إلا قليلا. لكن القلب في حد ذاته، حتى لو أزيل وحصلت زراعة لقلب آخر، فإن الإنسان يبقى على حال. طيب السؤال، هل من المتوقع وفاة مريض القلب الطفل أو نسبة الوفاة عالية؟ يعني يعتمد كثير على نوع المرض. فهناك أمراض قلب بسيطة جدا مثل ثقب بسيط أو ضعف بسيط لعضلة القلب أو مشكلة تشوه خلقي بسيط وقد يعالج أو شيء. وكثير من الأطفال عاشوا ببعض الأمراض القلب لفترة طويلة، وقد يكون المرض معقد وتشوهات كثيرة أو ضعف شديد، فقد تكون نسبة الوفاة عالية. فيعتمد كثير على نوعية أو نسبة المرض وضعف. هناك أسئلة أخرى. طيب الحمد لله، أتمنى أن يكون الجميع قد استفاد من هذه الأسئلة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يرفع عنا هذه الغمة وهذه الأزمة، وأن تنتهي مرحلة الكورونا وغيرها من الأزمات علينا، وأن يمن علينا دائما بالأمن والأمان الدائم. نسأل الله العفو والعافية، وجزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير.